أشواق، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. تصورش الفرحه اللي فيها انا دابا، لانني كنت في وسط واحد الزخم كروي دكالي، وهذا ما يزيد غير يشرفني ويعطيني حماس وتشجيع باش نزيد في المباراه ونبغي الفريق اكثر. وانا كنواعد الجمهور المغربي والجمهور الجديد عامه بانني راه غنبقى مع الفريق حتى الاخر نفس كما كيقولوا في الحياه. علاش؟ لان حب الفريق ما كيتقدرش بثمن وكينباع من الاعماق، لانه داكشي وراثي كما كيقولوا، خلاه لينا جدودنا، وحنا ان شاء الله غنورثوه لولادنا ولاحفادنا. ونتمنى من عند الله ومن هذا المنبر نوجه رساله للجمهور الجديدي عامه باش يجي حج الارضيه الملعب ويجي يشجع، لان المدرجات بلا 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 جمهور كتضر وكتحز في الخاطر. خرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.